السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمد غزال في قناة غزال أكاديمي، ونشرح النهاردة مع بعض الستومك سيلز. عندنا في الستومك سيلز جي سيلز، في بارايتال سيلز، تشيف سيلز، ام او ميوكاس سيلز، انتيروكروموفين لايك سيلز او اي سي ال سيلز، دي سي دي سيلز. ده دياجرام بسيط بيجمع فيه الاستومك سيل والفانكشن بتاع كل سيل. عندنا في الاستومك بيتم طبعا الدايجستشن اوف بروتين، يعني البروتين بيدخل بيتم هضم البروتين في الاستومك عن طريق ايه. اول حاجه الجي سيلز، جي سيلز تفرز هرمون اسمه جاسترين. الجاسترين ده بيحفز البرايتال سيلز عشان تفرز HCL، حمض الهيدروكلوريك اسيد. الهيدروكلوريك اسيد بيحول انزيم انكتيف اسمه بيبسينوجين، اوجين يعني انكتيف، بيحول الى البيبسين. البيبسينوجين ده من اللي تفرزه للتشيف سيلز. يبقى الجي سيلز تفرز جاسترين، جاسترين يحفز برايتال سيلز عشان تفرز HCL اللي بيحول الـ inactive enzyme اللي هو اللي طلع عن طريق الـ chief cells إلى active enzymes اللي هو الـ pepsin، اللي ده بيعمل digest protein. تاني حاجة عندك برضو الـ chief cell بتفرز غير الـ pepsinogen، تفرز حاجة اسمها رينين. الرينين ده ايه وظيفته؟ ده وظيفته حاجة اسمها الميلك كيردرين. الميلك كيردرين اللي هو تخمر اللبن. يعني ايه تخمر اللبن وايه فايدته؟ تخمر اللبن ده بيكون فيه عندك في الفيتس، سوري في البيبيز، في الاطفال الرضع، بيكون عندهم اللبن، لبن الام بيكون سائل بينزل فيه المعدة. الاطفال ده المعروف عنهم انهم بيحصل لهم بومتنج كتير وعندهم الهضم بيكون ضعيف مش زي الادلتس، فانا محتاجين ان اللبن يقعد في الاستومك فترة اطول، فبنخلي الملك ده، الملك بيكون انسوليبل، بيكون شديد شوية، بيكون مخمر، في حاجة اسمها ميلك كيردلينج. عن طريق ايه؟ لبن الام بيكون في حاجة اسمها الكازين اللي هو البروتين، بيكون ده بروتين سوليبل سائل، بنتحول الى حاجه اسمها الباراكازين. ده الباراكازين ده اللي بيكون انسوليبل، بيسمح للملك انه يطول شويه في الاستومك عن طريق مين؟ عن طريق انزيم اسمه الرينين اللي بيخرج عن طريق التشيف سيلز. يبقى التشيف سيلز بتخرج البيبسينوجين والرينين. عندنا برضو حاجه اسمها الاي سيلز، الاي سي ال، الاي سي ال سيلز دي بتفرز الهستامين اللي هو برضو بيعمل استيميليشن اوف بريتال سيلز عشان تفرز HCL. بريتال سيلز بتفرز HCL عن طريق استيميليشن اوف جاسترين اللي بيخرج عن طريق جي سيلز، او استيميليشن اوف هيستامين اللي بيخرج عن طريق الاي سي ال سيلز، وده في حالة الالرجي. في حالة الالرجي بالاي سي ال سيلز بتفرز هيستامين كتير، بيخلي البريتال سيلز تفرز HCL كتير، والحمض ده ممكن يسبب لنا تآكل في الميوكس ويسبب لنا حاجه اسمها جاستريك ألسر في حاله الالرجي. طيب في عندنا برضو خلايا تانية اسمها الايبيثيليال او بيسموها الميوكس اللي هي الام سيلز، دي اللي بتفرز ميوسين اللي بيكون الميوكس اللي هو جدار المعدة المخاض بتاع المعدة اللي هو ده اللي بيحمي المعدة من الألسر، بيحميها من الإنزيمز الهضمة والهيدروكلوريك أسيد. يبقى في جي سيل، إي سي إل سيل، بريتال سيل، شيف سيل، أن إبيثيليال أو إم سيلز. البريتال سيلز برضو بتفرز حاجة غير الـ HCL بيسموها الـ intrinsic فاكتور. ايه الانترنسك فاكتور ده؟ عندنا احنا في الاستومك، دي الاستومك
وقلنا أول جزء من السمول انتستاين بيسموه الديودينم. احنا بناكل بره من اللحوم الحمراء فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين. الكوبالامين ده عشان الجسم يقدر يستخدمه لازم يوصل لحد السمول انتستاين في الديودينم. طيب البي 12 ده لينزل بينزل الاستومك، ده عامل زي السائح، ده منزل الاستومك ما يعرفش يوصل لحد الديدنم. فلازم في عندنا خلايا في الاستومك اسمها البرايتال سيلز، دي بتفرز مرشد من اهل المعدة نفسهم، من اهل المدينة جوه، ده مرشد عارف المكان، عشان كده سموه انترنسيك فاكتور. انترنسيك فاكتور لا ان يعني داخلي من جوه. ده بيعمل ايه؟ ده لما الفيتامين بي 12 بيدخل في المعدة، ده بيحمل الفيتامين بي 12 ويوديه لحد الديودينام. عشان كده الفيتامين بي 12 بيسموه اكسترنسيك فاكتور، العامل الخارجي اللي انت بتجيبه من بره، وده الانترنسيك فاكتور. في نوع من الانيميا بيسموه بيرنيشيوس انيميا، الانيميا الخبيثه. هو ليه سموها انيميا خبيثه وليه اساسا انيميا؟ دي عباره عن destruction of parietal cells. اللي يحصل من parietal cells بتدمر، بالتالي مفيش intrinsic factor. طيب بالتالي الفيتامين بي 12 لما ينزل المعده مش هيلاقي المرشد بتاعه، فبالتالي مش هيعرف يوصل لحد الديودينم، فبالتالي هيكمل من الديودينم هيروح لحد ما يخرج بره مع الفيسز، هيكمل لحد اللارج انتستاين يخرج مع الفيسز، مش هيعرف يوصل لحد الديودينم. طب ايه المشكله؟ ما الريد بلاد سيلز لما كانت في الاول خليه كبيره الهيماتوبلاست سيلز، الخلية الكبيرة تنقسم في الريد بن مارو تديك مستعمرات من الريد بلاد سيلز، يعني الخلية تديك آلاف من الخلايا. مين بيساعد الخلية الأم دي إنها تنقسم؟ تو فيتامين، فيتامين بي 12 وفيتامين بي 9 اللي هو الفوليك أسيد. فالفيتامين بي 12 ده مهم في انقسام الريد بلاد سيلز اللي هي الهيماتوبيوتيك اللي هي الإيماتيو الخلية الأم. فلو ما فيش فيتامين بي 12 دي مش هتنقسم، فهتخرج في الدم كبيرة في الحجم وقليلة في العدد لأن ما انقسمتش. فدي بيسموها نوعها بيسموها ميجالو بلاستيك أنيميا، أنيميا كبيرة في الحجم وقليلة في العدد. طيب دي نوعها ميجالو بلاستيك أنيميا، يعني فيتامين بي 12 بيعمل أنيميا اسمها ميجالو بلاستيك أنيميا. طب ليه سموها كده اسم خاص بيها بيرنيشيوس أنيميا خبيثة؟ لان الفيتامين بي 12 زي ما هو مهم في الديفيجن اوف ريد بلاد سيلز، مهم في تكوين حاجه تصنيع حاجه في النيرف اسمها الميالين. الميالين كان بيغطي الاعصاب النيرف. فتلاقي الشخص اللي عنده البرنيشيس انيميا بتلاقي عنده المشكله بتكون في مكانين، في الدم ان الريد بلاد سيلز ما بتنقسمش فبيعمل لك حاجه اسمها ميجالو بلاستيك انيميا، وفي الاعصاب لان الفيتامين بي 12 كان مهم لتصنيع الميالين، عشان كده لما تضرب في مكانين فسموها البرنيشيس انيميا. فده كان فيديو مختصر عن الستومك سيلز. قلنا الجي سيلز بتفرز جاز ترين، قلنا بريتال سيلز بتفرز اتش سي ال وانترنسيك فاكتور، التشيف سيلز كانت بتفرز بيبسينوجين ورينين، الاي سي ال كانت بتفرز هيستامين، وعندنا ايضا في خلايا تانية اسمها الدي سيلز كانت بتفرز حاجه اسمها سوماتو ستاتين. السوماتو ستاتين ده ايه وظيفته؟ ده زي ما قلنا قبل كده السوماتو ستاتين ده بيعمل انهيبيشن للاذر هرمون، ده بيعمل ريجوليشن بيظبط افرازات الهرمونات الاخرى. ده
ده الاسمنت الساتين بيفرز من اكتر من جلاند في الجسم، من البنكرياس بيظبط افراز الانسولين والجلوكاجون، بيفرز من الهايبوثالاموس عشان يقلل افراز السوماتوتروبين اللي هو الجروث هرمون اللي بياخد من البيتري جلاند، بيفرز ايضا من المعده بكميه قليله عشان يظبط افرازات الجاستريك هرمونز. وقلنا ايضا في الام سيلز، الام سيلز اللي كانت بتفرز الميوسين اللي كان بيكون الميوكس في المعده. ده كان باختصار فيديو بسيط عن الاستومك سيلز، يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.